سمعت أنا الفاتحة لا بد من القراءة لها مع قراءة الإمام في المذهب الشافعي، ولكن عندما يقرأ الإمام لا أركز. الجمهور من العلماء يقولون يا أحمد إن قراءة الإمام لك قراءة، ويلزمونك بالسكوت أثناء قراءة الإمام لقول النبي عليه الصلاة لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.